في قرية من قرى مصر كانت قاعدة ست في بيت بسيط بس شيك، قاعدة قدام جوزها اللي معدي 50 سنة وبتتكلم وبتقول: هنعمل ايه يا عبد حميد؟ قولي هنعمل ايه؟ اعصب ايه؟ عايز الارض، تمن الدين اللي عليك ليه؟ وانا مش عارفة هنعمل ايه؟ والله ما انا خابر يا فتحي، بس اهم حاجة عشق لما ترجع من الكلية ما تعرفش حاجة، لأنها لو عرفت ساعتها هتسيب الكلية وتقرر تقعد هناها علشان تساعدنا، وأنا مش عايز كده، أنا عايزة أكمل في الكلية وتبقى الدكتورة قد الدنيا علشان تعبت كل السنين دي ما يروحش في الأرض. ما تخافش يا حش، مش هقول لها حاجة، بس أنا خايفة تضرب من بره وساعتها هتزعل مني ومنك جامد. ان شاء الله مش هيحصل حاجه، قومي انت جهزي الوقت علشان زمانها على وصول. دي يا حبيبتي بحسها راجعه خاصه نص من الكليه والدراسه، ومحدش هناك معاها يهتم بوكلها زي الناس. يلا قومي يا فتحيه، يلا بنتك زمانها على وصول. والفيلا اشبه بالقصر، كانت في نفس القريه، كان قاعد العاص الضمنهوري اكبر رجل اعمال في البلد، بس هو بيحب الأرض جدا وقاعد ومخلي كل شركاته ناس ماسكاهاله، بس بتابع كل حاجة، وساعة ما يكون في حاجة مهمة بيسافر لشركته. كان قاعد وحاطط وبيكلم الغفير وبيقول: ها عبد حميد عمل ايه في أرضه يا طه؟ قولي هيسد الفلوس ولا هناخد منه الأرض؟ والله يا بيه أنا سمعت إن الحاج عبد حميد بيشتغل في الأرض وبحاول يدبر ليك الفلوس، بس من سمعت من ناس قريبة منه بقولوا إن حاتم ابن حمد الوزير عايز يتجوز عيش بنته الدكتورة عيش، وقال له إنه هيديها مهر عالي أوي علشان يسد كل الديون اللي عليه. نعم، والحاج عبد حميد هيوافق إنه يجوز بنته للصايع ده؟ هو معاه فلوس بس صايع وزير نسا، وبعدين هو مش كفاية الستات اللي يعرفهم، عايز بنت فلاحة زي دي في ايه؟ لا يا بيه، فلاحة ايه؟ دي الدكتورة عشق احلى بنية في البلد، البلد كلها بتتكلم على ثقافتها وعلى شمالها وعلى ادابها واخلاقها. دي دكتورة هتتخرج كمان سنة او يمكن السنة دي كمان، بسم الله ما شاء الله عليها، بتنزل هنا بس في الاجازات، وابوها حالف لا يفتح لها عيادة وتعالج كل اهل البلد ببلاش. كان بيسمع عاصي وهو مش مصدق، هو في بنات في البلد بيسافروا وبيتعلموا، فهو عارف ان البلد كلهم بيجوزوا بناتهم وهم صغيرين، فاتكلم بذهول وقال: انت بتقول ايه يا جدعان؟ هي في بنت بتسافر تكمل تعليمها؟ وبعدين هو الحاج عبد حميد معاه يعني علشان يخلي بنته دكتوره؟ ما هو يا بيه كل اللي ديون على الحاج عبد حميد دي علشان يخلي الست عشق دكتورة قد الدنيا. أصل الحاج عبد حميد اتجوز زمان مر قبل الست أم عشق مرتين، وكان يعني مش بخلف، ده حتى اتجوز بنت عمه واللي فضحته في البلد وقالت إنه مش هيخلف واتطلقت منه، وبعدها قعد يتعالج فترة لحد ما ربنا كرمه بالدكتورة عشق، ومن وقتها وهي المدللة بتاعته وكل طلباتها أوامر، لدرجة انه حلف انه لازم يعلمها ولازم يخليها معززة مكرمة ما تنزلش لحد واصل من بعده، علشان كده خلاها تتعلم زي. واللي اسمه حاتم دي عينه منيها من زمان علشان هي دكتورة وكمان حلوة، ده بسم الله ما شاء الله تقول للقمر قوم وانا اقعد مكانك، علشان كده عايز ياخدها ويبقى اتجوز البنت الوحيدة اللي متعلمة في البلد وكمان أجمل بنت في البلد. طب ما يمكن القاعدة في مصر خلتها يعني بنت مش ولا بد يعني مش كويسة. لا يا بيه لا مؤاخذة، الست عشق سيرتها على كل لسان بالطيب والحلو، وإن هي محترمة وملهاش في السكة دي، ده الأجازة اللي بتجيها هنا بتقسمها وقتها كالتالي: درس في الجامع للمراهقين علشان تنصحهم ازاي ما يقعوش في اي اخطاء، وللستات الكبير علشان يحافظوا على بناتهم ورجالتهم وان يراعوا اي كبير في عيلته،
ودرس للعيال الصغيرة بحفظ القرآن. ده هي ختم القرآن وهي لسه في الابتدائي ويمكن أصغر. لا ست عشق زينة بنات البلد صحيح. طب روح انت وشوف للي اسمه عبد حميد ده هيعمل ايه مع اللي اسمه حاتم، وهيوافق ولا لا. اوامرك يا بيه. بالاذن. وبعدها مشي الغفير علشان يجيب له كل اخبار الحاج عبد حميد وبنته. وبعدها قعد وقال: والله لو طلعت زينة يا عشق زي ما بقولوا انا ممكن اتجوزك وادفع مهر كل الديون اللي على ابوكي، وبجديه هكون اتجوزت دكتورة متعلمة وكمان زينة زي ما بقولوا، يعني امشت بها بيكي قدام الخلق. وبصراحة انا نفسي اتجوز علشان اخلف لي حتة عيل، امال كل التعب ده هيروح لمين؟ وفي بيت الحاج عبد حميد كان قاعد مع بنته عشق حبيبته عشق هو وامها بعد ما خلاص اجت وسلمت واكلت. يتكلم الحاج عبد حميد وقال: هاي يا عشق الكلب عامله ايه واخبار دراستك ايه؟ انا زينة يا بوي الحمد لله، خلاص هانت وحابة دكتورة وتفتح لي العيادة اللي نفسك فيها. بس قولي انت عامل ايه واخبار الارض ايه؟ حاول هجع عبد حميد ما يبينش لبنته اي مشاكل واتكلم وقال: كله زين يا قلب ابوكي يا عشق، ما تشغليش بالك انت باي حاجة، المهم تذاكري وتنجحي، واي حاجة انت عايزاها تقولي، وياك تخبي اي حاجة انت عايزاها وما تقوليش، اهم عندي تكون الدكتورة عشق، فاهمة؟ ربنا يخليك لي يا ابوك وما يحرمنيش منك واصل. انا هطلعني اريح شوية لاني تعبانة قوي، وبعدين علشان بكرة كمان اليوم طويل لازم انا اروح الجامع وادي الدروس للبناية الصغار وكمان للستات. ادعي لي يما، ادعي لي يا بوي. دع عيالك يا قلب امك، دع عيالك في كل ساعة بدعي لك، ده انت اللي في القلب يا عشق. يلا يا حبيبتي قومي ارتاحي، ربنا يشيل عنك كل التعب ويحط لك الخير والصحة يا قلبي. طلعت عشق وفضل عبد الحميد قاعد سرحان مكانه ببص حواليه مش عاوز يحط عينه في عين مراته. اتكلمت الحاجة فتحية وقالت: مالك يا حش في ايه؟ حاسة ان في حاجة كبيرة قوي هو انت مش عايز تقولي عليها. في ايه؟ بالله عليك قولي انا قلبي متوخش قوي. والله ما انا خابر اقولك ايه يا حج، بس انا هحكي معاكي، انا شايل حمل كبير قوي. الواد ابن حمد الوزير اللي اسمه حاتم ده جالي وعرض انه عايز يتجوز عشق، وكمان رايد ان يتجوزها والمهر بتاعها كل الديون اللي علينا علشان الارض ما تروحش. طبعا انا مش هجوز بنت للصايع دي، بس خوفي كله على عشق من الصايع دي، قدام حطها في دماغه اكيد هيوصل له. انا خايف ومش عارف اعمل ايه. ابن حمد الوزير يا مر يا مر، ده هو ابوه قلع من بعض. يا لهوي يا عيني عليكي يا بنتي، هنعمل ايه يا حاج؟ انا خايفه حتى سفرها مصر اللي يروح وراه، الواد ده ماشي ورا اي واحدة. يا مر هنعمل ايه؟ والله ما انا عارف يا فتحية، انا ما خفتش من عاصي بيه رغم انه قال انه هياخد الارض لو ما سددتش الدين، قد ما خفت من جدع اللي اسمه حامد دي، ومش عارف حامد دي عايز مننا ايه. يبقى عشق تنزل كليتها وما عادتش تيجي هنا غير لما نشوف صرفة للجدعة دي ونشوف صرفة للدين اللي علينا كمان. انا مش خايف من الدين اللي علينا يا فتحية، ولا خايف ان الارض تروح، انا خايف انزلها مصر الراجل اللي اسمه حاتم دي يعمل لها حاجة. ده راجل قذر ما يعرفش عن الرجولة حاجة غير ان هي اسم في بطاقته. فتحية بان عليها التوتر والخوف والقلق وبدأ جسمها يتنفض. ساعتها الحاج عبد حميد حس بيها وقال: اهدي يا فتحية اهدي، ما تخافيش واصل، انا هلاقي حل، ما تخافيش هلاقي حل وهحل كل حاجة، بس اهدي انتي. وتاني يوم صحيت عش وتودت وصلت ونزلت علشان تروح الجامع وتتمشى شوية في البلد زي عادتها. وهي ماشية
فجأة ظهر قدامها شاب، كل ما تحاول تميل علشان تمشي يقف قدامها. ايه كلمة والد؟ جرى ايه يا اخينا؟ واقف في طريقي كده ليه؟ كل ما اروح في حتة تشي قدامي، عديني، انا مش فاضية للمرجعة دي. عشق لما بتكون في الصعيد بتتكلم بصعيدي، بس لما تكون متعصبة بتكون متمكنة من الصعيد ولهجته الحادقة. وهنا ضحك عليها حاتم وقال، ايه الدخلة الجامدة دي يا ست الدكتورة؟ طب هو عامل حاجة عبد حميد؟ مش قالك اي حاجة؟ ولا انتي تعرف انا مين؟ لا ما اعرفكش، دي اول حاجة. تاني حاجة ابويا يقول لي يعيد لي، دي حاجة تخصيني انا وبس، سامع؟ ثالثا بقى وهي دي الاهم، عديني، خليني امشي بدل ما اخليك فرجة للخلق كله. يا ست البنت يا ست الدكتورة، انا داخل البيت من بابه، يعني هو ابوك مش قالك ان انا متقدم لك وان انا رايدك في الحلال؟ ده انا حتى هدفع مهر ما تدفعش لمالكة ذات نفسها، لانك انت اغلى من الملكة، وبالمرة ابوك يسدي دين الارض بدل ما هتروح مني. انصدمت عيش، بس حاولت ما تبينش اي حاجة. وساعتها اتكلمت بلهجة حادة وقالت، دينية مقبول انت، انا ابويا مش مديون لحد. اه بعدين انت هتمشي من هنا ولا خليك فرجة للخلق كليتهم؟ لا ده انا هخلي الخلق كليتهم يضربوك بالمداس اللي في رجليهم. امشي من قدام، قال اتجوزها الجار. ليه؟ من قلة الرجالة هتجوز حرمة زيها. اتعصب حاتم وكان لسه هيمد ايده على عيش، بس في الوقت ده كان معدي عاصي اتدخل ونزل ايده واتكلم بغضب وقال، اوعاك تكوني اتجننت يا ابن حمد الوزير، عايز تضرب حرمة في قلب الشارع؟ ولا تخصك ولا تقرب لك، ده حتى لو تخصك وتقرب لك ممنوع تهينها في الشارع. ايه اتجننت؟ معلش يا كبير، ده حاجة مش تخصك، واحد وعروسته بيتكلموا ليه تتدخل؟ انت خطبت؟ طب مش كنت تقول يا راجل وتعزمني؟ بس قولي مين من اهل البلد رضي يديك بنته؟ ده البلد كلها عارفاك انك الصبح بتجري ورا المشاكل وبالليل بتجري ورا الغوازي. قولي بقى من العيلة الكريمة اللي رضي تتناسبك. وهنا اتكلمت عيش اللي واقفة ساكتة وبتبص لعاصم بهيمات، فعاصم كان شخصيته قوية وقدام اللي اسمه حاتم ده، وقالت، الراجل ده مغبول، عمال يقول ان ابويا عليه دين، وان هو طلبني من ابويا علشان يسد الدين، ده حتى لو ابويا عليه دين ورحت تطلبني منه عمره ما هيوافق. ليه؟ بقى انا الدكتورة عشق عبد حميد، هتجوزك انت؟ وبعدين انا يوم ما هتجوز راجل، مش هتجوز شبه راجل او حرمة زيية. عاصم التفت بغضب علشان يزعق لها لأنها اتكلمت في وجوده، بس أول ما بصلها سكت، سرح في عينيها الفيروزي وفي حجابها اللي مزينة وبشرتها اللي عاملة زي الأطفال، فضل سارح فيها. بس هي اتكلمت وقالت، أنا ماشي يا ابن الوزير، واللي انت عملته ده مش هيعدي بالسهل، وأبويا هو اللي هيرد عليك. ومشت. وأول ما مشت بص عاصم لحاتم اللي كان واقف متعصب، بس برضه نظراته القذرة كانت مرافقة عش. اتكلم معاه واتكلم بغضب وقال، اسمع الكلام ده يا ابن الوزير زين، اي بنت هنا لها احترامها، خطيبها مش خطيبها لها احترامها في الشارع، هتهينها وتقلل منيها حتى لو كانت مرتك في قلب الشارع، مش هتاخد مني غير بالمكروب على دماغك ودماغ اللي خلفوه. سمعني انا بحذرك اهو، حتى لو مرتك الها احترامها، لان الشارع والبلد والناس لهم احترامهم. عملت غير كده احسن لك تسيب البلد، لاني مش هسيبك عايش فيها. ومشي عاصم بكل كبرياء وغرور، اما وقف مكانه حاتم وهو متغاظ، ان كان من عاصي ولا من داعش اللي هنته وبهدلته وقلبه غضب. ماشي يا عاصي، انا مش هسيبك وهوريك هتدي مين بالمركوب، انا اللي هديك بيه. اما بنت عبد حميد فانا مش هسيبها غير لما زلها واكسر مناخيرها اللي رفعها في السما دي قدام اهل البلد كله. هم في البيت
روحت عش وسألت أبوها عن الدين عن أول حاجة، وقال لها: أيوة يا بنتي، أنا أصل اتزنقت شوية، أصل المحصول بتاع السنة اللي فاتت ما كانش حلو، وخدت دين بسيط من عاصم بيه علشان أجيب التجاوي وأجيب الاسماد وأجيب الدور الأرض، وبعد ما بيع الزرعة دي هودي له فلوس. بس انت عرفتي منين؟ وليه جاية زعلانك دي؟ وليه مش قلتلي يا بوش؟ ليه مش قلتلي؟ دايما اجدي انت وامي تحبوا تشيلوا كل حاجة لحالكم والهم لحالكم. انا عرفت يا بوي من ابن الوزير وحكت له ان كل حاجة حاتم عملها. اتكلم الاب بغضب وقال: ابن ماشي، انا هتصرف وياه، وكويس ان انت عملت كده معاه. اطلعي انت ارتاحي وانا ليا صرفة تاني، وما تشغليش بالك باي حاجة يعيش غير مذاكرتك وانك تتخرجي وتبقي احسن دكتورة في البلد كلياتها. وطلعت عيش، وامها كانت بتسمع كل حاجة وبتحاول تداري قلقها علشان خاطر بنتها. بعد ما طلعت قالت بقلق: هتعمل ايه يا عم حميد؟ الظاهر كده ابن الوزير حط البت في دماغه، والبت مش جد ولا احنا جد. انا هروح وهشتكي لعاصي بيه، هو قاسي بس عمره ما يرضى باللي بيحصل من حمد الوزير وابنه. انا هروح واشتكيه واشوف هيقول ايه. بالاذن يا ام عشك. هم عند عاصي كان قاعد سرحان في عش، عش اللي من ساعة ما شافها صورتها مش راضية تطلع من دماغه. وفجأة الغفير قال له ان الحاج عبد الحميد عايزه، وراح وقعد معاه بابتسامة هادية واتكلم بكل ثقة وقال: خير يا حاج عبد الحميد، في حاجة؟ أقدر أساعدك بأي حاجة؟ اسمع يا عوصي يا ولدي، أنا هعتبرك ولدي وهحكي لك على الهم اللي جواي. أنا واحد وحيد، ما عنديش غير مرتي وبنت عشق، عشق كل دنيتي، لا عندي ولد شباب أقدر أساند عليه ولا أي حاجة. وكل خوف على عشق من ابن الوزير اللي حاططها في دماغه. والنهاردة هي حكيت لي على اللي حصل، وانت كنت حاضر، وانا خايف عليها. انا مش عارف اعمل ايه، قلت اجيلك يمكن الاقي عندك الحل. انا عارف انك جدح وممكن تساعدني وتقول لي اعمل ايه. حاج عبد الحميد، انا طالب القرب منك من الانسة عشق. بصراحة كده بقالي فترة بدور على بنتي الحلال الا اتجوزها واكمل ديني معاها، وانا بصراحة شايف ان عشق بنت حضرتك هي مناسبة تماما، واي حاجة هي تعوزها وانت تعوزها انا هكون في الخدمة وهنفذها. قلت ايه؟ الحاج عبد الحميد ما كانش مصدق كلام عوصي، بس اتكلم وقال: بس يا ولدي، عشق لساتها في الدراسة وهي بتعشق دراستها، وكمان انا نفسي تكون دكتورة. انا مش عايزة اجوزها واخليها تقعد من تعليمها. ومين قال ان هي مش هتكمل تعليمها؟ بالعكس، دكتور حاجة شداني ليها ان هي مثقفة ومتعلمة، يعني هتعلم ولادي زين. وبعدين يا حاج، انا اقدر احمي مرتي في جانب بيتي، وكمان اوعدك ان هي هتكمل تعليمها، والمستشفى او العيادة اللي بتحلم بيها انا هفتحها لها، ومش هتبقى عيادة او مستشفى بس كده صغير، لا ده انا هعمل لها اكبر مستشفى في البلد تعالج بيها اهل البلد كلهم ببلاش. قلت ايه؟ وانا مش هميم ده كله يا ولدي، ده هتبقى مرتك، واللي انت عايز تعمله لها اعمله لها، ده حتى الدين اللي عليا هفضل دين وهسده. بس يا ولدي انا هاخد رايها، انا كنت موافق علشان انت الوحيد اللي تحميها، بس لو هي رفضت انا مقدرش اخصب عشق على اي حاجه. خلاص يا حاج عبد الحميد، انا هستنى قرارك، خد رايها، بس عايزك لو هي موافقه ترد بسرعه علشان نكتب كتب الكتاب وناخد احتياطاتنا قبل ما حمد الوزير او ابنه يهوبوا يمتها او يفكروا يعملوا اي حاجه. خلاص يا ولدي ان شاء الله. وبعد شهر كان الفرح، بعد ما ابو عش سال عش وقالت له ان هي موافقه تتجوز العاصي. وليله الدخله العاصي اتكلم وقال: اسمعي يا عشق، انا من ساعه ما شفتك وانت واقفه بتتخانقي مع حمد الوزير، وانا حسيت ان عايزك ليا، عايزك تكوني معايا، تكوني سندي ومرتي وام ولادي واختي وصاحبتي وكل حاجة. اديكي شايفة ابويا وامي ماتوا ماليش حد، علشان كده عايزك تكوني معايا ونبني حياة جديدة. قلت ايه؟ انا لو ما كنتش موافقة
مش كنت هبجهني بلبس العروسة؟ أنا موافقة عليك وقلت لأبوي، بس أنا عندي ليك طلب، يعني اعتبره رجل. أنا عايزة أفضل أدرس للبنات في الجامعة بتاع السيدات، أفهمهم كل حاجة. في هنا ستات كتير مش بتكلم بناتها ولا بتفهمهم أي حاجة، وبقولوا لو اتكلموا عيب. أنا عايزة أفهم البنات دي، أفهمهم عن ديننا وعن مشاعرهم وعن إزاي يفضلوا متمسكين بعاداتهم وأخلاقهم وما يسمحوش لأي حاجة من اللي بنسمع عنيها تحصل. قلت إيه؟ طبعا موافق. ويا ست وعد عليا، بعد أسبوع من فرحنا كل يوم وأنا رايح الأرض هاخدك معايا الجامع، وأنا راجع هاخدك معايا. قومي بقى اتوضي وصلي علشان نبدأ حياتنا بطاعة ربنا. وبدأت الليلة بنعاس وعشق في كل هدوء. أما على جانب تاني كانت ليلة زي الجحيم، وفي شقة من اللي بيقعد فيهم ابن حمد الوزير كان قاعد وهو عريان بعد ما قضى ليلة محرمة زي اللي بيعملها. كان قاعد بيشرب الخمر وهو عريان ومتعصب وقول: افرح لك يومين يا عاصي، افرح لك يومين قبل ما تحصل في التربة مع امك وابوك. وانت يا عشق هخليكي الجرملة قبل ما تتم الشهر، والبلد كليات هتتكلم عليكي، في الاخر ترجعي لي انا. وعدى اسبوع وكان كل يوم بياخد عشق معاه عاصى علشان تروح الجامع، وفي يوم خرجت بدري عنه راحت له على الأرض، بس شافت ابن حمد الوزير هيطخ جريت وخدت هي الطلقة ووقعت على الأرض، وعاصى وقع معاها وهو مش مصدق مزول وبيتكلم وبيقول: عشق عشق القلب، فيكي ايه يا عمر؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ اسمعني يا عاصى، انا اكتر لحظة مبسوطة فيها هي دلوقتي، لان حتى لو هموت هموت من ايديك انت. خلي بالك من نفسك، ابن الوزير هو اللي كان رايد يطخك انت، انا كنت جاي ازكك بس ما نهضتش. خلي بالك من نفسك ومن امي وابوي، اعتبرهم امك وابوك وكل عيلتك، وخليك واثق طول ما انت سعيد انا هكون سعيدة. خلي بالك من نفسك يا حبيبي. عاصي الأول مرة يبكي، عمره ما بكى بينه وبين نفسه، عمره ما بكى من بعد موت أمه وأبوه، كان دايما صلب وقوي علشان محدش يجي عليه، بس النهاردة حبيبته وعمره كله بروح بكى قدام العالم وهو بقول: اهدي يا حبيبتي اهدي، ايه الأسعاف جاي؟ ما تخافيش هتبقي كويسة، أنا مش هسمح إن يحصل لك أي حاجة. ما تبكيش يا حبيبي، ما تبكيش انت قوي، وما ينفعش تهز هبتك قدام حد حتى لو علشان سمعتي عاصي. تعرف اسعد اسبوع كنت عايشة فيه وانا معاك، صدقني انا بحبك اكتر من نفسي، اوعى تبكي وخليك قوي. وبعد 4 ساعات في المستشفى كان عاصي واقف قدام اوضه العمليات وهو بنهار، والحاج عبد حميد وزوجته وجالها انهيار واغمى عليها، هو كان قاعد في رحب يقرأ قرآن وبيدعي لبنته. وبعد شوية خرج الدكتور، خرج ويجري على عاصي وهو بقول: مرتي عاملة ايه يا دكتور؟ بالله عليك قولي مرتي عاملة ايه؟ الحمد لله قدرنا نخرج الرصاصة وننقذها، الحمد لله ان هي عاشت، ده القلب توقف كام مرة اثناء العملية، بس للأسف لانها نزفت كتير وجسمها ضعيف دخلت في غيبوبة. ايه غيبوبة؟ طب وهي هتفوق منها امتى؟ العلم عند الله يا جاسر بيه، ادعي لها، ده نجيت من الموت باعجوبة بالاذن. عدى شهرين وكانت عشق لسه في الغيبوبة، وكان جاسر ما بيسيبش المستشفى نهائي، وامها وابوها دايما بالاستمرار بيك وكل يوم ليها يقعدوا يتكلموا معاها شوية زي ما الدكتور قال. وفي يوم كان قاعد جاسر وهو حزين وبقول: هتفضلي وجع قلب لامتك ده؟ ها انا خلاص ما عنتش قادر، الناس كلها بتسأل عليك، امك وابوك منهارين علشانك، حتى زمايلك في القاهرة رنوا على تليفونك كتير، وانا ما قدرتش ارد واقول اي حاجة. قومي يا قلبي
قومي قومي علشان انا حياتي بقت ضلمة من غيرك. انا خدت حقك من ابن الوزير وابوه، حبستهم الاتنين ومش هرتاح غير لما يتعدني. قومي بقى يا عشق القلب، قومي لو بتحبيني قومي. عشق بدأت تفتح عينيها بتعب وهي مش قادرة وبتقول أنا بحبك يا عاصي، بحبك أوي وعمري ما بعد عنك، وحشتني أوي يا حبيبي. عاصي لما شافها مفتحة عينيه مش صدق نفسه، جري عليها وبس دماغها وقلبي عش. أنا بحبك قوي يا حبيبتي، بحبك قوي، أخيرا فقتي، هنادي الدكتور. عاصي نادى الدكتور اللي كتب على خروج لعش. عش خرجت والكل رحب بيها وابوها وامها، وعاصي حلف لها يقعدوا معاهم في البيت ومعادوش منقولين، وفضلوا جنب عش وعاصي وكانوا اب للاتنين وام للاتنين، عاشوا حياة سعيدة. وعاصي فضل جنب عش لحد ما خلصت جامعتها وفتح لها مستشفى كبيرة اوي في البلد تعالج الغلابة بالمجان، وبعدها ربنا رزقهم بتوأم فهد وكمان حياة، حياة عاصي زي ما هو سماها، وعاشوا في سعادة. بتمنى ان الحقد ما يغلبش على الخير اللي جواكم، بتمنى انكم تعرفوا من القصة دي انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. يعني بملخص الحكاية ان حاتم كان عاوز عش لدرجة انه من غبائه فكر يقتل انسان علشان بس ياخد مراته، بس كان الجزاء ان عش هي اللي اتحكمت وهي اللي كمان خدت الطلقة. اما هو وابوه فغلطة منه زي دي كشفت شغله هو وابوه الشمال، واتحبسوا واتعدموا كمان. يعني قبل ما تاخد اي خطوة في حياتك فكر صح وما تجيش على غيرك، لان الله يهمل ولا يهمل. مع السلامة، وبتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بصحة وعافية.